والآن نستمع لكلمة السيدة دينا صالح المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وأسيا الوسطى بصندوق الإفاد. We now would like to welcome Mrs. Dina Saleh for her speech. Excellency, Prime Minister. سعادة رئيس الوزراء. أصحاب السعادة الضيوف الكرام السيدات والسادة، أعتقد أنكم بالفعل سمعتم صوتي في الفيديو السابق، لكن في الواقع هذه فرصة عظيمة نرى فيها الرؤى الشجاعة والجريئة التي تتحلى بالحماس تترجم على أرض الواقع. وأنا أود في الواقع أن أحيي وأهنئ الحكومة المصرية لأنها بالواقع تدعم كل شركائها لكي يفكروا معا ويعملوا معا على إحداث تحول في دولنا، لا سيما مع رؤية هذه المنصة المميزة التي تدعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر. يسرني ويشرفني أن أقدم لكم تحديثات وإحاطة حول التقدم الذي أحرزناه فيما يتعلق بتوجيه محور الغذاء تحت مظلة وفي إيفاد بالتعاون مع الحكومة المصرية. وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بتحية خاصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحت قيادة سعادة وزير الزراعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الري وموارد المياه، وذلك تحت قيادة سعادة السير المهندس هاني سويلم. وأود أن أيضا أحيي الشركاء الاستراتيجيين الذين يشهدون على تصميم 6 مشروعات في شكل ملف متوافق ومتكامل واستراتيجي. كما سمعتم الإفاد هي من تقود المكون الخاص بالصمودة على مستوى الري على مستوى الحقل تحت مظلة مشروع المعروف اختصارا بكراون، وهو الآن في مرحلة التصميم وسوف يعمل بداية من 2025، ويهدف إلى تعزيز الصمود الخاص بالعمال الزراعيين، وذلك من خلال رفع إنتاجية الزراعة وضمان الربحية. وكما سمعتم من نائب رئيس إيفاد، استثمرنا 120 مليون دولار في المرحلة الأولى استثمارات، وسوف نغطي على الأقل 5000 فدان زراعة، وسوف نوفر المساعدة والدعم لستة آلاف فلاح. إن محور الغذاء في مشروع كراون يتضمن الصمود في محور الطاقة، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتعزيز سلسلة القيمة، وهذا ما يعكس التزام إيفاد بالتنمية المستدامة والشاملة. كما ترون في العرض التقديمي لدينا مشروعات التحول الأغذية الزراعية كرافت، والذي يقوده البنك الدولي، وهو في محور دلتا النيل، وهو حاليا في مرحلة التصميم، ومن المفترض أن يعمل في 2024. وكرافت يهدف إلى تعزيز الصمود المناخي، وذلك بالنسبة لمنتجي الأغذية الزراعية، وذلك من خلال تبني الممارسات المبتكرة، ومن خلال إجراء تحليلات وتبني منظومة معلومات زراعية تعم البلاد كلها في مصر. الصمود مهم للغاية بالنسبة للمناطق المهمشة، وهذا المحور يقوده بنك التنمية الإسلامي، وهو حاليا في مرحلة المذكرة المفاهيمية، وهو يركز على المناطق الهشة مناخيا بما فيها الجيزة ومناطق الوادي الجديد، وذلك بهدف تعزيز صمود المزارعين وتعزيز التغذية وزيادة قدرات الإنتاج. أخيرا، دراسات الجدوى الخاصة بتكيف مناطق الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك بدعم من البنك الأوروبي، قد بدأت في 9 نوفمبر، وهي تركز على تحديد التحديات المالية ذات الصلة، وأيضا تقدير الإطار المالي، وتحديد مشروعات محددة في منطقة الساحل الشمالي وشمال الدلتا.
بالإضافة إلى هذه المشروعات أيضا تجسدت الجهود في محور الغذاء، والتي كانت شاهدة على التزامنا بإحداث تحول في القطاع الزراعي المصري. وفي وقت قياسي تقدم كل الشركاء وتعهدوا ب 1.5 مليار دولار، وهذه ليست إلا البداية. الدور المحوري الذي تلعبه إيفاد في حشد الالتزامات المالية وفي تعاونها مع الحكومة المصرية بقيادة وزارة التعاون الدولية، وهنا أود أن أشيد بالدور الفاعل الذي تلعبه سعادة الوزيرة رانيا المشاط وفي تعاون وثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الري وموارد المياه، بالإضافة إلى تعاوننا مع شركاء التنمية. كل ذلك كان محوريا في وضع اللمسات الأخيرة على ملف هذه المشروعات. السيدات والسادة، إننا نعلم وندرك جميعا أن هناك عناصر محورية في أي شراكة ناجحة، وهي وجود القطاع الخاص. ودعوني أعلن لكم أننا في الغد، وكما فعلنا مع شركائنا متعددي الأطراف، سوف نطلق الطاولة المستديرة للحوار مع القطاع الخاص لكي نتمكن من أن نكتذب التزامهم بالمشاركة معنا في منصة وفي. وبينما نمضي قدما، أنا كل يقين وعلى ثقة بأننا نخط طريقا نحو منظومة غذاء صامدة ومستدامة وناجحة. وأود أن أشكركم، ودعونا نوفي معاً.